النهاردة الرسبي بتاعتنا وهي الباستا بولونيز. يلا بينا، هنغلي مية في الحلة ونحط عليها زيت ومعلقة صغيرة من الملح، ولما المية تغلي هنحط البنة باستا، وفي حلة تانية هنحط الزيت وبصل متقطع بالشكل ده، ولما ياخد لون كده البصل هنحط عليه اللحمة المفرومة ونقلبهم سوا، ونحط توم وملح ومرقة وكمون وفلفل اسود ومعلقة من الصلصة وطماطم مبشورة بالشكل ده، ونحط مية عليهم وفلفل اسود تاني وكمون ونقلب بقى. وهنا المكرونة بتاعتنا خلصت، وهنحط عليهم من فوق اللحمة اللي عملناها وعليهم الجبنة بارميزان. أكلة سهلة وطعمها تحفة، جربوها وقولولي رأيكم، واستنوني في ريسبي جديدة من Food Today.